السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم كل خير وبركة. معكم أخوكم أحمد الأنزي أبو أنور، نقول يا حلو ومرحبا بالجميع. حقيقة تأخرنا عليكم شوي لكن سامحونا، نغيب ونجيب السمين. عندنا اليوم كرفان مميز مميز جدا 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 للغاية. هذا الكرفان 6.5 متر في 2.5 متر ندخل الآن، نوريكم تفاصيله من الداخل. نقول بسم الله. أول ما ندخل على اليسار المطبخ، عندنا دولاب تحت، عندنا أيضا دولاب علوي، عندنا رف لتعليق الصحون، عندنا أيضا المجلى المغسلة حق المطبخ، ومكان للموقد سواء بوتغاز أو هيتر. هنا دورة المياه وأنتم كرامة، هنا الصالة بشكل عام، وهناك عندنا كابينة النوم. نشوف التفاصيل مع بعض. دورة المياه أجلكم الله، أول ما ندخل نشوف طال عمركم المغسلة، المراية، تعليقة المناديل، أيضا في تعليقة ملابس خلف الباب، كذلك أرفف الأدوات الصحية، أيضا عندنا صخان فوري وشاور، كذلك مروحة للشفط وأنوار ليد. نجي للصالة على اليمين، أول ما ندخل نجد كنب يتسع إلى 5 أشخاص تقريبا. عندنا تحت الكنب أدراج لتخزين الأمتعة سواء كانت ملابس أو أحذية أجلكم الله، مساحات جدا واسعة استغليناها. عندنا هنا كبينة النوم، لو تلاحظون ما شاء الله تبارك الرحمن رحبة واسعة شوي تتسع لشخصين، أيضا فيها مرتبة راقية. الكرفان بصراحة يعني هذا العمل اللي تشوفونه الآن هو نتاج تقريبا 2 شهر مستمرة من تصميم ومن تنفيذ ومن شغل مستمر. يعني كنا على قولتهم قائمين على قدم وساق، كله علشان نحاول ان نخلص هذا العمل وننجزه حسب الرؤية اللي احنا مشينا فيها للكرفان هذا. طبعا الكرفان هذا فيه اطلالة جدا روعة. قبل اطلالة نبي نوريكم السبوت لايتات بالسقف، جميع جوانب السقف كلها سبوت لايتات. عندنا ايضا انوار ليد بالنص، كذلك عندنا هذه الاطلالة اللي قلت لكم عليها، إطلالة ولا أروع تفتح بواسطة الهندل اليدوي. هذا الآن نفتحها لكم ونوريكم شكل الإطلالة هذه. طبعا الجلسة الجانبية تتسع تقريبا إلى 8 أشخاص، جلسة رحبة، جلسة قوية تتحمل، مدعمة بالحديد 4 إنش قوي جدا، يتحمل الأشخاص، يتحمل سفرة الطعام وكذا. عندنا هنا تحت الكبينة، كبينة النوم تحتها في مستودع تخزين كبير جدا، بابه من الخارج، هذا بابه لو تشوفون هذا تحت كبينة النوم مباشرة. حقيقة كان في باب هناك لكن ألغيته وحطيت الكنب بداله. الحمد لله في إمكانية أن نفتح باب هنا. يعني أيضا نطلع نوريكم تفاصيل الكرفان من الخارج. نقول بسم الله. عندنا بالخلف هنا شنطة، عندنا شنطة كبيرة جدا، الذراع هذه اللي عليها استبنة لو تلاحظون هذا ينفتح كامل على اليمين بالشكل هذا، وفي اليد هذه اللي شايفينها تسحب وترفع الشنطة إلى أعلى. نفتحها لكم شوي بعد ما نوريكم تفاصيل الكرفان. عندنا هنا طال عمركم جنب الكرفان هذه الجلسة الخارجية، طبعا لها استاندات اللي هو جيكات، واحد يمين واحد يسار، تساعد على تثبيت الجلسة الجانبية. هذا باب المستودع اللي ذكرت لكم قبل شوي اللي تحت كابينة النوم. عندنا في مقدمة الكرفان لو تشوفون مقدمة ما شاء الله انسيابية للغاية، ما تصد الهواء أبد، يعني ماشي مع الهواء زي الحلاوة. في إمكانية طبعا أني أحط
على الهوك هنا صندوق بحيث انه يكون للمكيف او للمولد الكهربائي. لا اله الا الله. ايضا عندنا السلة فوق ما شاء الله تبارك الرحمن، سلة جدا طيبة. الآن فتحنا لكم الذراع سبير وبنفتح الشنطة تشوفونها الحين. هذه الشنطة ما شاء الله تبارك الرحمن شنطة كبيرة مرة مرة مرة، يعني تشيل من الأمتعة ما لا يعد ولا يحصى. تحط خيام، تحط لا إله إلا الله أدوات العزب، تحط استبنة، تحط المولد الكهربائي، حتى أنك تقدر تحط مثلا ماكينة المكيف سبلت بحيث أنك يعني تحطها وقت التشغيل تفتحها، وإذا طفيت المكيف وبغيت تمشي تسكر يكون في مأمن أكثر يعني بالنسبة له. هذا المخزن اللي قلت لكم تحت كابينة النوم. هذا المخزن أيضا مخزن واسع كبير جدا جدا رحب للغاية بصراحة يعني، وفيه ليت زي ما انتم شايفين، هذا نور ليد داخله يضوي لكم أثناء الظلام وتشوفون أمتعتكم وتشوفون أغراضكم وكل شيء. هذا بإمكاننا أن لا إله إلا الله نفتح له باب جانبي من هنا يكون على الداخل، علشان ما تحتاج أنك تطلع لبرا وتأخذ أغراض أو تحط أغراض. في إمكانية نفتح له باب داخلي. نطلع الآن نوريكم الكرفان. عندنا هنا الخزان، خزان المياه لو تلاحظون تشوفونه. هذا الخزان ما شاء الله تبارك الرحمن سعته كبيرة جدا، ممتد على كامل أرض الكرفان، يعني تكلم عن مترين ونص الأرض كامل ماخذين خزان مياه، تقريبا يتسع إلى 800 لتر، يعني مما يعطيك أريحية بتوفير المياه أثناء رحلاتك وتحركاتك، ما تشيل هم المي أبد. عندنا جيكات زي ما انتم شايفين، الكرفان واقف على 5 جيكات إلى جانب انه محورين وأربع كفرات. هذا سلم درج جانبي يطلع على السلة فوق ما شاء الله تبارك الرحمن. السلة تتسع لعشر أشخاص، يعني دكة جلسة علوية تتسع لعشر أشخاص. عندنا أيضا تقدر تحط هناك ماكينة المكيف إذا ما تبغاها بالشنطة وراء، وتسوي لها تمديد بحيث أنه يكون المكيف في الجهة المقابلة الكابينة، هنا في الجهة المقابلة الكابينة النوم، وتحتها ممكن تلفزيون، بالأرض ممكن تحط لك دولاب صغير حسب رغبتك يعني. عندنا هنا خزان البلاك ووتر اللي هو خزان الصرف الصحي وانتم كرامة، يعني ساعته معقولة شوي، وغالبا الكرفانات ما تحتاج يعني إلى ساعة كبيرة. زي ما انتم شايفين كفرات حجم 17، جنوط كروم ألمنيوم ما شاء الله. عندنا أيضا أفياش كهربائية خارجية لاحتياجات الخدمات الكهربائية الخارجية. كذلك عندنا أيضا حنفية للوضوء أو لغسيل المواعين وما شابه ذلك خارجية. عندنا الفيش الرئيسي للكهرباء هنا. لا إله إلا الله. الكرفان بشكل مجمل يعني بصراحة طيب للغاية. لمن يرغب الشراء تواصل معنا، حياكم.